مرحبا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. رمضان مبارك ورمضان كريم، الله يعيده علينا وعليكم بالخير والصحة والبركة يا رب، وإن شاء الله هيك تحققوا كل شيء بتتمنوه، وإن شاء الله الخير يعم للجميع ويعم الأمن والأمان والسلام على فلسطين وعلى جميع العالم يا رب. هلا اليوم أنا تأخرت عليكم بتنزيل الفيديو، بصراحة كان الفيديو خالص بس صار معي مشكلة، يعني ابني وقع على أجره وهيك وما بقى يقدر يمشي واضطرينا ناخده على الدكتور وهيك، فلهذا السبب تأخرت بتنزيل الفيديو. فقلت يلا رح أنزل أول سحور يوم رمضان، رجعت عدت مونتاج الفيديو كليته والتجهيزات وكليته وفيديو واحد. فإذا حابين تتابعوه وتدعموني بالفيديو بتمنى تشوفوه للأخير وتحطوا لي لايك من إيدك كل حلوين، وإن شاء الله هيك كل سنة وأنتوا سالمين. هلأ شفتوا هذا الورق اللي شاركته معكم واللي جبناه من ترينديور، أنا لزقته على حيطان المطبخ، كتير لزقه هوين، كتير حبيت، بس أما شوي كان هيك ما إنه هالقد غامق، يعني شايفين شافف، بس على الإضاءة يعني هلا بعد ما خلص وهيك فما أثر أبدا. وهي هون كنت ناموسين على شوكولا لرمضان، يعني هيك ديكور زينة، يعني إنه كتير حلوة من عند صبية بتجنن، شفت صفحتها طبعا على التيك توك وتواصلت معه ووصيناها ويسلموا إيديها، كتير كتير عجبتني. طبعا هي الصبية في عندها شغلات يعني إنه بتخص المولود وضيافات وهيك شيء، فاللي حابب وبحب هيك شغلات تمام فيني أفيده، بما إنه معاملتها حلوة أنا للأشخاص اللي معاملتهم حلوة والشغلات اللي بستفيدين يعني فيها من عندهم بشاركها معكم، وأكيد عندها توصيل لكل أنحاء العالم. وشكرا، هي كانت حاطة الهدية هون على الوش، رح أفرجيكم إياها. هلأ شوفوا أنا جبت قطع شوكولا جاهزة وجبت من هدول هيك المجسمات يكونوا إنه لحالهم، مشان لازميني بدي أحطهم على شغلات. شايفين ما شاء الله كتير حلوة، شغلة حلو والبضاعة كتير حلوة، يعني إنه الشوكولا وهيك كتير حلو، كتير حبيت. يسلم إيديها. طبعا جبت إلي ولأختي، هلأ هن تحت الكمية يعني عرفتوا بالعلبة، ما بس هدول، أنا طلبت من عنده 40 قطعة. يسلم إيديها. وأخذت هيك قلت لكم مجسمات لحاله، فهلا رح أفرجيكم هاي الهدية اللي حط لي إياها، مكتوب عليها رمضان كريم، شكرا كتير والله يرزقهم، عن جد كتير حلوة وحبيت. هون ورجعتكم هذا الفيديو اللي من فيديو السابق، إنه شلون هيك كان الغرفة، هلأ شلون يلا رح نرتبها ورح نشوف شلون رح تصير بعد الترتيبات وبعد ما نشيل منها هيك يعني كم غراض ونغير ديكور كليته لرمضان. يلا خلونا نشوفها سوا. أنا خلصت زينة الغرفة والمطبخ وعملت ركل للصلاة، وهلأ رح أفرجيكم إياهم، بس يلا خلونا نروح على المطبخ ونعمل سابلي. كتير حبيت هدول القوالب اللي جبناها من ترينديول، جايبتهم من ترينديول، ما بعرف إذا شاركتهم معكم بهداك الفيديو ولا لا، نسيت أحطهم ماني متذكرة، بس إنه أنا كنت جايبة هدول القوالب من ترينديول، كتير حبيت على شكل الهلال وهيك، ورح نسوي فيهم سابلي ونحط له عجينة السكر. هلأ أنا كنت بحاجة لأنه شيء خفاء أم بلندر أم أي شيء يخفق لي الزبدة مع السكر، بس مع الأسف ما كان في عندي، في عندي هاي حبيت أجربها ما خفقت، بما أنه نايلو بتخفق كريمة هي وهيك شغلات، فبعد ما تعذبت وحطيت وهيك وعملت لكم هالديكورات وهالشغلات رجعنا شلناهم كليتهم وخفقتها في إيدي، عرفتوا يعني هيك عملت العجينة بإيدي، يعني أنه فيكم تسووها بإيدكم، كتير شغلة هوين وكتير مكوناتها بسيطة. هلأ أنا حطيت 500 جرام زبدة، هلأ أنتوا حسب الكمية، مثلا نص الكمية اللي أنا سويتها بتحطوا 250 جرام، شايفين بعد العذاب على الفاضي. حطيت 500 جرام زبدة، 250 جرام سكر، حطيت بيضتين، حطيت 750 جرام طحين وشوية ملح صغيرة يعني انه ما لا يسكر، وزرف فانيلا وتمام، بس هيك. هلأ شايفين بعد ما خلطت كتير منيح الزبدة مع السكر، هلأ اذا بالمضرب عندكم او بالخفاء او بالعجانة او باي شيء بيطلع عندكم ممتاز اكتر، وبعدين ضفت البيضتين بالتدريج يعني، وهيك
هيك على هالشكل. بلشت أعجن العجينة وبعدين حطيت الطحين كله فرد حطه وهيك. كتير هو يعني شغلة ما بدها شي نهائيا يعني، شايفين عطتني هي النتيجة. هلا أنا بما أنه زبدة والبيت شوب رح أحطها شوي بالبراد على بين ما أجهز الكيس وهيك، يعني نتركها شي 10 دقايق بس مو أكتر، وهي هيك بتلزق معكم يعني ما تاكلوهم. بس هلا بما أنه رح نعملها بالكيس فما حتلزق نهائيا، شغلة كتير حلو. بالشيلون بيعذب شوي بس إما جباري يعني، هي هيك يعني عرفتوا. عن جد أنا أول مرة بسويها يعني، أنا ما بعرفها لا هي الطريقة، بعثت ليها مرت أخي وأول مرة بسويها وماني مجربتها ولا شيء أبدا. كتير حلو الشغل فيها والطريقة كتير هوينة، وبما أنه أول مرة شايفين هلأ رح تشوفوا نتيجتها. طبعا هلا انتوا اذا في عندكم هذا الشوبك اللي بيرقوا فيه العجين بترقوها بتطلع كلها متساويه وبتطلع يعني بسماكه وحده عرفتوا، بيصير سطحها ملس اكثر. الصراحه انا ما موجود عندي، فانه هيك سويتها في ايدي وتمام مشي الحال يعني. كانت معي بنتي بناتي التنتين يعني عرفتوا، ما لسه كثير فرحانه واقفه جنبي وهيك ما بتوعى ما لسه انه ايش يعني رمضان، هي اول سنه بتوعى والسنه ان شاء الله هيك ميسم صايم معنا يعني عرفتوا اجواء جديده، فكانوا هن كثير هيك فرحانين وحابين. بس والله كثير زعلت على وقعوا الولد برا قدام الباب يعني، طلع يلعب معه شوي فوقع ووقع على اجره الحجره، والله ما بعرف شلون، واجره ما بيقدر يمشي عليها ابدا. الحمد لله ما فيها شيء، بس مثل هيك صدع صارت وما بقى يقدر يمشي عليها. اي والله والحمد لله رب العالمين. هلا هون شايفين راح اخلص الكميه كلياتها وبنحطها بالصينيه بدون ما ندهنها بدون شيء، لانه هي ذاتها كلها بالزبده. هلا شوفوا بالصواني الالمنيو طلعوا احلى، هدول فورا لدعوا يعني هيك صاروا شوي حمر، هدوليك ضلوا بيض شكلهم بيجنب. هدول الصواني شايفين كتير حلوين، حطيتهم تقريبا 12 دقيقة وحسب حماوة الفرن على 180 درجة يعني، انتوا انتبهوا عليهم بس عطوا هذا اللون تمام. وكتير طيبات، كتير الأولاد فرحوا عليهم. فيكم بس هيك وتلزقوهم مع بعضهم بالعسل أو مربى، شايفين اللي بهديك الصينية كيف هيك لونهم صار فورا غمقوا. وفيكم انه تطبعوا لهم رسمة عادية وياكلوهم الأولاد، بس أنا بما أنه كنت جايبة هدول القوالب فهيك رح أسوي لهم ياهم موديل ويفرحوا عليهم. هلا جبت عجينة السكر من ترينديول كمان، لأنه هون بصراحة ما بعرف وين تنباع بالمحلات يعني ما لقيت منها. أخذت سودا وأخذت بيضة، وفي كتير بنات طلبوا مني الكيك اللي عملته أختي وحابين وهيك، ان شاء الله لعيد الام رح نسوي كيكه واكيد رح اشارك معكم الطريقه بالتفصيل وكيف بتسوي. وهلا كان في عندي هذا هيك بيلمع يعني، هذا طبعا للاكل بيتاكل، كمان في منه على ترنديول بس انا كنت اخذته مع حلو، حطيت له شويه مي كتير صغيره تمام يعني، وقتك تحطوا عجينه السكر بتحطوا له مي. وهي هون نشا أم سكر بودرة بتحطوا شوي مشان تفردوا عجينة السكر مشان ما تلزق. وهلأ رح أقطع العجينة كمان بهدول القوالب طبعا باللي إله رسمة. أنا عملت البسكويت مثل ما شفتوا هدوليك السويات، وحطيت عسل مشان ألزقهم عليه يعني العجينة السكر بعد ما أحطها. هذا بيرجع يعني اختيار الكون. هلأ هون وقت اللي كنت عم بقطع عجينة السكر ما بعرف وين الفيديو، كني ماني طيق التصوير فما بعرف وين. هلأ بتشوفوا على اللون الأبيض كيف قطعت يعني، شايفين كتير شكلهم حلو هيك. الأولاد كتير بيحبوا هيك شغلات وبيفرحوا عليهم، وعن جد ونكهتهم كتير طيبة يعني، ما بس شكل شكل ونكهة، وبيطلعوا ما شاء الله كمية كتير منيحة يعني. فيكم تسووا نص الكمية اللي أنا سويتها حسب عيلتكم أو ربع على الكمية يعني، أنتوا بتقيسوا على موجب المقدار اللي عطيتكم يوم. أكيد رح أحط لكم إياه بصندوق الوصف، ويعني رح أكتب لكم المقادير كلياتها. هلا شايفين هيك بهالشكل. ومثل ما قلت لكم اذا في شوبك حتى العجينه السكر حطوا كيس ومدوها بالشوبك او بدون يعني، بما انه لها نشا وهيك فما حتاثر. وبنقطعهم بهالشكل، وهلا رح نحطهم فوق مندهن العسل وبنحطهم كتير حلو شايفين، وشكلهم كتير حبيت يعني. اعطوني انتم رايكم فيهم. هلا هون بلشت اجهز هيك توزيعات للولاد مشان يفرحوا عليهم، حطيت لهم بيضهم هيك قطع شوكولا وهيك شغلات،
هلا كنت جايبت لهم هذا الحلي، هون حلي تركي يعني انه بيكون، عبيت لهم اياه كمان وراح نحطه، وجبت هذا التين المجفف. هلا انا هذا التين المجفف راح احشيه زبده حيوانيه، فيكم تحشوه قشطه اللي بتريدوا بينحشى يعني، بس انا بما انه راح ياكلوا على السحور منه، طبعا اذا حبوه وبظن اول يوم ما حياكلوا يعني، عرفتوا انه ما بيتاكل من كل الاكل، فسويته انه مشان ياكلوا على السحور، وبنفس الوقت بيكون تحلاية اذا كان تمر او تين مجفف او مشمش مجفف، عن جد كتير طيبة بقلبه الزبدة الحيوانية، بتعطي نكهة كتير طيبة. وحطيت له فستق وهيك رح نحطه بهالشكل. هلأ في كتير شغلات تمر وهيك شغلات رح اشاركها معكم، بس اكيد بالفيديوهات السابقة وبالايام السابقة ان شاء الله، هيك الجاي مو السابقة، السابقة راحت عليها، ايام الجاي ان شاء الله هيك انه منضل منشارك شغلات حلوة، واكيد اذا شفت تفاعل منكم انا رح اضل انزل معكم ان شاء الله كل يوم مستمرة معكم بفيديو. بس سبحان رب العالمين، شوفوا الا اذا واحد صار معه شيء او هيك، الله لا يقدر يا رب، فانه رح اضل مستمره ان شاء الله. وهيك شكرا لكم، وشكرا كثير 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 لصبيه حلوه كثير بتتابعني وتواصلت معي على تيك توك، وعن جد انا بعتذر، هي عندها بنت اموره كثير وبتتفرج علي، وقالت لي انه اذكر اسمها بالفيديو، بس والله صدقوني انه من كثر الضغط والشغل اللي كان علي، فعن جد يعني انه والله العظيم نسيت، فحق علي يعني. هلا رح اتشكرها بالفيديو، خلي لي قلبها، وكثير بفرح وقت اللي بكون هيك في بنوتات صغار وبيتفرجوا علي وبحبوني، وحتى لو كبار عن جد هيك وقت الشخص بيكون انه هيك في عالم بتحبه شعور كتير حلو. فهلا انا رح اقلل الهمار، رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والبركة، والله يخليكي، وان شاء الله هيك تفرحي بشهاداتك يا ليمار العسل، ورمضان كريم، وان شاء الله هيك ايامك كلها تفرح وسرور، خلي لي قلبك روحي موفقة يا رب. وهلا هون رح نبلش نرجع نحشي التمريات، هلا هي زبدة اللوتوس و زبدة الأوريو، إنه الشغلات الموجودة عندكم تمام. أنا هاي وقتها جبتهم مشان الكيك من اليوز بير وكانوا موجودين عندي، وحطيت هيك يعني مكسرات بهالشكل، ورح نحطهم بالورق. هلا حطيتهم بهاي حسيتها كبيرة، رح نرجع نغيرها وأحطهم بورق أصغر، لأنه شفت هاي الورق إنه كبيرة عليه هون وهيك. هلا يلا خلونا أفرجيكم التجهيزات النهائية بعد ما خلصت كل شيء. هلا رح نروح ونشوف التجهيزات الأخرانية.
هي كانت التحضيرات النهائية، وعطوني رأيكم فيها. حطيت هون هيك السابلي بهذا الشكل، وحطيت التمر المجفف، التمر هون والمشمش المجفف وهيك شغلات حطيتهم. هي الغرفة الصغيرة اللي بينام فيها ابني، هي كتير صغيرة الغرفة، يعني شايفينها ما بتجي مترين، يعني كتير صغيرة بشكل. فحطيت فيها هدول هيك بالسقف مشان انه يعطوا هيك اجواء كتير حلوة، ومنصلي فيها كل اليوم. يعني هي اجمالا كنا يعني انه منصلي فيها، مو هي صغيرة كتير. فهيك حطيت فيها أغطية الصلاة. طبعا هاي العلبة موجودة عندي من قبل، وهي السداجات الصلاة شاركتهم معكم وأغطية الصلاة، وهدول السداجات الصغار جبتهم لأولادي، رح تشوفوهم فيديو أول يوم رمضان عند عطيتهم إياهم، كتير حبوهم، كتير فرحوا عليهم إنه هيك رح يصلوا فيهم برمضان، والله هيك يعيدوا علينا وعليكم. عن جد أجواء كتير حلوة السنة، حسيت ببهجة الشوارع بهيك، كتير في أجواء حلوة. خبروني أنتوا كمان حسيتوا هذا الشعور وشفتوا هذا الشعور. يلا لبعد ما ورجتكم الزينة كليتها، خلونا نروح على المطبخ ونحضر سحورنا. هلا حبيت أنه ما يكون كتير الفيديو وقت السحور طويل، مشان لأنه طولت عليكم الفيديو وشاركت معكم الفيديو. سبحان رب العالمين، كان لي اسمه ينزل فيديو وهذا فيديو تاني، بس قدر الله وما شاء فعل. يعني انه واحد احيانا هيك بتجي ظروف اقوى منه. هلا رح احضر لهم السحور للاولاد ورح اشاركه معكم. هلا هدول اللي عبينا من قبل بشوي منهم، يعني هذا اللي حطيناه هون على الطاوله. وهلا رح احط لهم هيك جبنه وزيتون وهيك شغلات ورح نعبيهم سوا. هلا انا كنت وعدتكم انه احكي ضمن الفيديو مباشر ان شاء الله، فيديوهات اللي رح تنزل كليتها برمضان رح اكون حكي معكم مباشر. هون لسه مو جديد وهيك، لسه ماني متاخل معرفته، يعني متعوده انه اصور الفيديو وتمام انه بعدين. فلا كتير حابه انه الصوت ينزل مباشر مع الفيديو، فان شاء الله فيديوهات رمضان رح يكون الصوت مباشر. وهيك بلشت انه احط لهم المجففات مع الجبنه وهيك كشكل حلوين، وانه اذا حب حدا ياكل منهم بياكل، عرفتوا، بس كديكور انه كتير بيطلع طلعوا هيك شغلات حلوين. طبعا هدول الغراض الدفو هيك كلهم موجودين عندي من قبل. هون جهزت هدول هيك كلهم على الطاولة، الشغلات اللي رح نحط فيهم. وهلا بعيفهم هدول على جنب، يعني طبعا ما في مجال احطهم على الطاولة. هلا رح اعيفهم يعني انه هون على الطاولة، لانه ما في مجال احطهم على المرمرة، انا المطبخ كتير صغير. وهي بسلق فيها بيض، هي بحطها هي واللي هدول يعني بقلب المي، عرفتوا، ما بيصيبها شيء، رح نسلق فيها البيض. لانه طبعا بعد ما رح نخلص سحور كله برجع بضبه محلاته، فمشان هيك بعيف المطربانات بطالعهم كليتهم ومنحط منهم ومنعيفهم، وبس خلصنا تمام رح نرجع نرجعهم كليتهم عليهم. هلا ما شرط كل يوم نعمل نفس هذا السحور، يعني يمكن بكره يكون سحور نوع واحد، يمكن احيانا بس انه زيتون وهيك شغلات انه خفيفه يكون، او انه صحن فواكه ومجففات، عرفتوا، حسب ما هنن انه يكونوا مشتهيين. بس بما انه اليوم هيك اول يوم رمضان، فبيحب واحد هيك يعني انه عرفتوا انه يعمل هيك شيء حلو ويزين. وعلى فكرة هذا المخلل مكبوس بالجبنة كتير طيب بقلبه، أنا حسيتها دوبيركة، ما تقولي جبنة، محطوط بالزيت فكتير طيب كمان نكهته.
طبعا في منه عطون وفي منه زيتون وفي منه فليفلة، كتير كتير طيب، مخلل ومحشي هيك في قلبه ومكبوس بالزيت، حبيته يعني كتير طيب، وموجود منه على ترنديول كمان إذا بتحبوا. هيك صار صحوننا جاهز إن شاء الله، ألف صحة وهنا على قلبنا وقلبكم، رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم. خلي لي قلبكم، وكل حدا ضل معي لهلا يكتب لي تعليق حلو من ايده ويكتب لي انه ضل معي لهلا. بحبكم كتير، واستنوني في فيديو بكره ان شاء الله. وهلا بقلكم يلا سلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد